يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الترند. حلقات الاسبوع ده في الحقيقه هي غايه في الاهميه، لانها بتسبق بطوله مهمه جدا، بطوله السوبر الافريقي ان شاء الله هتكون يوم الجمعه الجايه في الدوحه امام فريق نهضه بركان المغربي. مباراه وبطوله غايه في الاهميه بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله الاهلي يكون موفق وباذن الله يرجعوا لنا بالسلامه بالكاس البطوله وبلقب غالي جدا وغائب عن النادي الاهلي منذ 7 سنوات. واي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي بيبقى هدفنا اكيد الفوز بيها، فان شاء الله يكونوا موفقين جهاز فني ولاعبين في هذه المباراه الهامه جدا. بالتالي هيكون عندنا كلام وتفاصيل كتير جدا وكواليس كمان بتتعلق برحله الاهلي في السوبر الافريقي. لكن دايما مهم جدا تواصل حضراتكم معنا كما هو المعتاد، وسؤال حلقه اليوم بيتعلق برايكم في الهجوم المبالغ فيه في الحقيقه من خلال بعض الوسائل الاعلاميه سواء مسموعه او مقروءه بخصوص بيتسو موسيماني ورسائلكم لبيتسو موسيماني تحديدا بعد الهجوم الغير مبرر ده. واحنا عندنا كلام كتير جدا بالتحديد في الجزئيه دي، هننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد طبعا ردود افعالكم ورسائلكم في الجزء الاخير من حلقه اليوم. لكن دايما بيكون عندنا عناوين مهمه للحلقه نشوفها. في ترند الاهلي، الفريق يؤدي مرانه الاول استعدادا للسوبر الافريقي. سلبية مسحة بعثة الأهلي في قطر. وأخيرا طرح تذاكر مباراة السوبر للجماهير. النهارده في ماتشين في الدوري المصري، هي المباريات الوحيدة النهارده تقريبا، ومباراتين مهمين قوي يعني. النهارده الساعة 7 الإسماعيلي مع مصر المقاصة، مباراة مهمة بالتحديد للإسماعيلي اللي بيحاول إن هو يصل لمكان مناسب بالنسبة له في جدول الدوري عشان يبقى في بطولة الدوري الممتاز. فريق كبير طبعا نتمنى له، سواء هو أو فريق مصر المقاصة نتمنى لهم كل التوفيق طبعا. مباراة أخرى صعبة، دي مباراة مهمة ما بين الزمالك والمصري البورسعيدي، صعبة على الفرقتين، دي هتكون الساعة 9 بالليل، دي مباريات اليوم في الدوري المصري. لكن الأهم بالنسبة لنا تفاصيل بتتعلق بالنادي الأهلي واستعداداته لمباراة نهضة بركان. كل التفاصيل دي وكل الكواليس دي هتكون معانا بعد الفاصل، استنونا. طيب الكلام اكيد هيكون مهم جدا على تفاصيل استعدادات النادي الاهلي لمواجهه يوم الجمعه الساعه 6 مساء باذن الله تعالى امام فريق نهضه بركان في مباراه السوبر الافريقي، هذه البطوله والمباراه الهامه جدا. علشان نطمن بشكل كبير جدا على بعثه النادي الاهلي هناك في الدوحه، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناة الأهلي والمرافق لبعثة النادي الأهلي هناك في قطر عشان نطمن من خلاله على كل التفاصيل. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي العزيز أمير هشام، طبعا كل التحية ليك ولكل جمهور النادي الأهلي. الحمد لله على سلامتكم وإن شاء الله تكونوا موفقين وإن شاء الله ترجعوا لنا بالبطولة يا كريم. لكن أنا من خلالك عايز تحط كل كواليس بعثة النادي الأهلي وتحط جمهور النادي الأهلي أمام هذه الكواليس بكل تفاصيلها، وعيشنا الأجواء كأننا معاكم يا كريم، اتفضل. بالتأكيد طبعا زميلي أمير، يعني مرحلة صعبة ويمكن رحلة كانت شاقة جدا الحقيقة من جنوب أفريقيا إلى الدوحة، يعني استغرقت أكثر من 12 أو 13 ساعة ترانزيت ثم وصولنا إلى مطار الدوحة. أنت عارف طبعا زميلي أمير الطائرة كانت من جنوب أفريقيا 12 ظهرا 7 ساعات إلى أسوان، ثم ساعة ترانزيت، ثم 3 ساعات مباشرة إلى الدوحة. يمكن وصلنا في توقيت يعني في صعوبة شوية، يعني 12 أو 1 مساء بتوقيت طبعا الدوحة، مباشرة دخلنا إلى مطار الدوحة. الإجراءات يعني حاجة رائعة جدا ومميزة جدا، الإجراءات الاحترازية هنا حاجة منظمة وحاجة بتساعد أكيد بشكل كبير جدا. كل الأمور الحقيقة يمكن كانت في مطار الدوحة ماشية بشكل مطمئن وطيب جدا، سواء خروجنا من المطار، استقلالنا للحافلات طبعا اللي كانت منتظرة لاعبي النادي الأهلي والبعثة بها الكامل للفندق قريب. لكن كان عايز أقول لك على نقطة قبل ما أتكلم على الكواليس، إحنا الفندق ده يمكن هو الفندق الأول، ليه أقول الأول؟ لأن لسه في فندق تاني كمان. إحنا خلاص يمكن الحمد لله طمنا على مسحه لاعبي النادي الاهلي والبعثه بها الكامل سلبيه الحمد لله. فيمكن خلاص بقى دلوقتي هنبدا نخش في الفقاعه الكامله يا امير. انت عارف
الفتره دي او ال 24 ساعه دي كانت حساسه جدا وحاسمه. يعني كنا بنتمنى طبعا ان المسحه تطلع سلبيه من قبل ما نكون متواجدين او قبل ما نعملها، لان انت عارف مباراه صعبه وما كناش حابين نفقد اي حد من لعيبه النادي الاهلي، لكن الالتزام الكبير اللي شفناه في جنوب افريقيا يعني مدينا اشارات مميزه جدا، مع الحقيقه الجهاز الطبي بالكامل الدكتور احمد ابو عبله اللي بيحاول باستمرار توعيه اللاعبين والاستمرار على الكمامات والتعقيم، كل الامور دي الحمد لله اطمنا بشكل عام على سلبيه المسحه، وده كان امر مهم جدا حابين ننقله لكل جمهور النادي الاهلي. احنا متواجدين يا امير لحظات بسيطه بعد اقول لك اقل من 10 دقائق ثم تتوجه البعثه بها الكامل. طيب هنحاول نرجع لكريم مره ثانيه عشان نطمن خلاله على تفاصيل كتير. طبعا واضح على كريم الاجهاد لان هي فعلا رحله طويله حوالي 12 13 ساعه زي ما قال لنا كريم، دي طبعا كلها لقطات تتعلق برحله سفر النادي الاهلي لقطر علشان يخوض مباراه السوبر الافريقي، كواليس كتير جدا وامور كتير جدا. وفي الحقيقه كمان النادي الاهلي يعني بيعاني بشكل او باخر من اجهاد غير مسبوق وموسم استثنائي جديد واصعب كمان من الموسم الاستثنائي بتاع السنه اللي فاتت، لان انت بتخوض مختلف البطولات في فتره زمنيه قليله وضيقه جدا، مفيش وقت تاخد نفسك، مفيش وقت تستعد بالشكل الكافي، ما عندكش مساحه للاستشفاء المناسب اللي يأهلك انك تلعب بالشكل او بالاداء المنتظر. خلينا طيب نرجع لكريم مره تانية، ارجع لنا خلاص عشان يكمل لنا كل الكواليس. اتفضل يا كريم معاك. طبعا يعني بعتذر على المقاطعه طبعا وانقطاع الاتصال، لكن اكيد يا امير طبعا زي ما باكد لك واقول لك اقدر اقول لك 10 دقائق تفصلنا طبعا عن توجه فريق النادي الاهلي بالكامل الى ملعب جامعه قطر اللي يستقبل التدريب الاول لفريق النادي الاهلي. نقدر نقول ان النهارده التدريب مش هيكون قوي او جرعه تدريبيه قويه يا امير، لان المجهود كان طبعا كبير جدا بالنسبه لرحله امس، لكن نقدر نقول النهارده يبقى ريكفري لكل لعيبه النادي الاهلي. وفي نفس الوقت كمان عايز اتكلم على نقطه مهمه جدا وهو الجو، احنا جايين من درجه حراره 7 و8 ويمكن صباحا كان 16 و17 درجه الحراره يمكن صعب جدا في قطر تصل ل 43 و5 40 وبالليل كمان في توقيت المباراه اللي هو هيكون طبعا السادسه بتوقيت مصر السابعه بتوقيت الدوحه توصل الحراره الى 34 و35 رطوبه عاليه شويه. فان شاء الله باذن الله مع مرور الايام ابتداء من اليوم لعيبه النادي الاهلي بقى تدخل بدوافع جديده ورغبه جديده وتحدي جديد في السوبر الافريقي، وفي نفس الوقت يكون التعود على الجو والارض وكل الامور الخاصه بقطر. طبعا ملعب جامعه قطر وكل الملاعب هنا الحقيقه حاجه مميزه ورائعه جدا جدا جدا، يمكن الكل بيشد بالملاعب هنا ويمكن دي حاجه مميزه. احنا جايين من افريقيا ملاعب سيئه جدا، شفت ملعب لوكاس موريبي كان شكله العام كويس لكن ارضيته كانت صعبه جدا، فاكيد لما بتلعب على ملعب جيد اكيد بيساعد لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا على التاقلم والتكتيك اللي بيتسو موسيماني الحقيقه بيحضر له بشكل كبير. الراجل على طول مباشره عقب انتهاء مباراه الاخيره امام صن داونز وزع لعيبه النادي الاهلي ويمكن موسيه وايضا كمان يوشا محلل الاداء حضروا اكثر من خمس مباريات لفريق نهضه البركان. الراجل بيشتغل بشكل مميز جدا على هذا الامر. النهارده كمان ان شاء الله هيكون في محاضره عقب عودتنا من الملعب الى فندق الاقامه، يمكن كل الامور يا امير الحمد لله حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل طيب ومطمئن جدا، لكن حابين نطمن بقى على اللاعبين في ارضيه الملعب. عندنا طبعا محمد مجدي قفشه والصلاه وعدد كبير من اللعيبه الحقيقه يعني مجهده بشكل كبير من الرحله، لكن ان شاء الله نطمن عليهم بالكامل في التدريب زي ما باكد لك بقول لك هيكون على جامعه قطر. زي ما بقول لك يا امير الحمد لله الامور ماشيه بشكل مطمئن، لكن هو الجو بس هو امر الجو ده اللي منتظرين النهارده نشوف لعيبه النادي الاهلي على مدار التدريب الامور هتكون ماشيه ازاي، لكن الحمد لله بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي الرغبه موجوده والدوافع موجوده والتحدي كبير جدا لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نعود من قطر بالسوبر الافريقي ليكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. طيب كريم عايز اطمن على الاستعداد الذهني والنفسي لهذه المباراه، لان ده امر غايه في الاهميه بما انك كنت بتلعب مباراه صن داونز وهي مباراة كانت مؤهلة ومباراة مهمة جدا عشان تتأهل لدور نصف النهائي، فبالتالي داخل على مباراة السوبر الأفريقي، إزاي الجهاز الفني بيتعامل بالتحديد في الجانب النفسي مع الفريق ككل يا كريم؟ نقطة مهمة جدا أكيد يا أمير، أنت عارف طبعا زي ما بقول لك يعني خلاص إحنا أنت عارف الفصل ابتسمت يعني لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، خلاص يمكن في كمان صرح وقال هنفكر في السيمي فاينل هنفكر في البطولة الأفريقية على قد ما يكون تركيز كامل في مباراة السوبر الأفريقي. الدوافع موجودة أمير والرغبة موجودة مع لعيبة موجودة أمير والرغبة موجودة مع لعيبة النادي الأهلي وكل اللعيبة عارفة واللعيبة الكبار دورهم كبير جدا وكان ليهم دور أكبر في المباراة الأخيرة. أنا بربط على طول يا أمير مباراة صن داونز ومباراة نهضة البركان لأن أنت عارف هي
كلها متلاحمه في بعضها، فيمكن لعيبه النادي الاهلي مأكده على بعض ان احنا عندنا مباراتين وليس مباراه واحده، بطولتين مختلفتين، لكن عندنا دوافع كبيره جدا. كابتن محمود الخطيب، الاستاذ طارق قنديل، الكل بيجتهد والكل بيحفز لعيبه النادي الاهلي على هذا الامر، فباكد لك يا امير على الدوافع الكبيره عند لعيبه النادي الاهلي. مستمر الكابتن سيد الحقيقه وبيتسو موسيماني كابتن سامي قمصان على المحاضرات السريعه مع لعيبه النادي الاهلي والتحفيز. لعيبتنا مش محتاجه تحفيز على قد ما هي محتاجه ان شاء الله يكون ربنا موفقها في المباراه، لان انت عارف يا امير طبعا جمهور النادي الاهلي بيحلم بكل البطولات اللي بيدخل فيها النادي الاهلي، واللعيبه واصله لها هذا الامر بشكل كبير جدا. الضغط بس على اللعيبه خلال الفتره اللي فاتت كان امر صعب شويه، لكن ان شاء الله مع الانتصارات الكل بينسى والكل بيفكر في القادم. يا رب ان شاء الله يا امير باذن الله المرحله القادمه وهذه المباراه باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي، ويستطيع النادي الاهلي تحقيق حلم ملايين جمهور النادي الاهلي في الحصول على مباراه السوبر الافريقي. السؤال الاهم بالنسبه لي يا كريم، وانت اكتر واحد هتديني الاجابه، مدى جاهزيه علي معلول وحمدي فتحي لمباراه السوبر يوم الجمعه باذن الله؟ طمنا. يعني اقدر اقول لك حمدي فتحي ابدا بيه، حمدي فتحي الحقيقه كانت جاهزيته كامله بالنسبه لمباراه سان داونز، لكن انا بقول لك التاني كبير والتاني موجود، لان يمكن راجع الراجل راجع من بعيد شويه بالنسبه ليه الاصابه، لكن تدخلاته الحقيقه واشتراكاته كانت بتديك طمانينه ان هو ممكن يكون متواجد سان داونز. يعني من المؤشرات الاولى اقدر اقول لك حمدي فتحي بنسبه كبيره ان شاء الله يكون متواجد في هذه المباراه حتى ولو على دكه البدلاء. علي معلول هنطمن النهارده في التدريب وهنطمن بكره امير معاك في التدريب وهنشوف الامور ماشيه مع علي ازاي. علي دخل في التدريبات الجماعيه بشكل تدريجي، قدر ان هو يفتح سبرنتات ترنات، كل الامور دي طبعا ما كانش بيقدر يعملها خلال الفتره اللي فاتت، لكن النهارده هيبان الشكل العام بالنسبه لعلي معلول وتدريب الغد بالتحديد، لان هتكون جرعه تدريبيه كامله فيها تكتيك فيها شوتنج فيها كروسات، هيبان جاهزيه علي معلول، لكن الكل جاهز. يعني علي او حمدي فتحي، سعد سمير، اكرم توفيق، الكل جاهز الحمد لله، لكن بقى يعني الدفع من عدمه او وجود علي معلول تحديدا في القائمه ده امر هيكون يعني هننتظر عليه شويه، لان احنا عايزين نطمن عليه تحديدا في التقسيمات وفي الكرات المشتركه، لكن بشكل عام طبيا علي جاهز، لكن الدفع بيه ننتظره من بيتسو موسيماني ورئيس الجهاز الطبي احمد ابو عبله. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. يا كريم انا رجعت من قطر بالبرونزيه، مستنيك ان شاء الله ترجع لنا بالسوبر انت وفريق النادي الاهلي بالف سلامه باذن الله. فبشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد، مراسل قناة الأهلي ومراسل مميز جدا في الحقيقة، ودايما بيحط جمهور النادي الأهلي في الصورة وفي كل الأجواء اللي بتتعلق بالفريق في أي مكان موجود في النادي الأهلي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقة وعندي كلام مهم جدا بعد الفاصل كمان، يلا استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. موضوع مهم جدا ومثار على مدار الأيام السابقة، وهو بيتعلق ببيتسو موسيماني، وفي الحقيقة يعني الموضوع بقى مبالغ فيه جدا، انتقاد موسيماني بشكل لاذع من بعض الاعلاميين او من هم محسوبين على الاعلام سواء كضيوف او كمقدمي برامج، ولهم كل التقدير والاحترام، ده امر يعني مفروغ منه، لكن في نفس الوقت البعض بيفتقد للمنطقيه وهو بيقيم موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي. ولو مش احنا اللي وقفنا ورا موسيماني ودعمنا موسيماني، مين اللي هيقف وراه ويدعمه؟ سواء بقى احنا كقناه أو كجمهور للنادي الأهلي. ونسبة جمهور النادي الأهلي لازم نشيد بيه إشادة معتادة، لأن دايما هو الجمهور اللي بيبقى في ظهر فرقته، وبنلاقي نتيجة المساندة والدعم دي دايما بنلاقيها في البطولات، بناخد بطولات وبطولة تلو الأخرى، وده بسبب دعم جمهور النادي الأهلي وبسبب طبعا المنظومة بالكامل، منظومة النادي الأهلي. امبارح من امبارح وأول امبارح تقريبا جمهور النادي الأهلي عمل هاشتاجين وكانوا ترند على تويتر. الهاشتاج الاولاني كان ايه؟ كان وي سبورت موسيماني، احنا بندعم موسيماني، ده جمهور النادي الاهلي. وكان في هاشتاج تاني اسمه وي تراست يو موسيماني، احنا بنثق فيك يا موسيماني. وده دور جمهور النادي الاهلي دائما وابدا، خصوصا ان جمهور النادي الاهلي شايف نتائج. جمهور النادي الاهلي اكيد مش راضي على الاداء، دي حاجه احنا متفقين عليها، لكن في نفس الوقت لما بيقيم الامور ولما بيحاول يتابع المشهد بالشكل الصحيح وبالتقييم الصحيح، هيشوف ان دايما وطبيعي جدا لما تكون انت مضغوط في ماتشات كتير عندك عدد كبير من الاصابات، فبالتالي بينتج عندها ايه؟ اجهاد. فطبيعي جدا جدا انك تلاقي مفيش اداء في بعض المباريات، مش كل المباريات برضه عشان نبقى منطقيين، لكن في نفس الوقت اللي بيبقى اهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ايه؟ نتائج. انا فرحتي الاهلي بيلعب حلو بس ما بيكسبش، الاهلي بيلعب حلو بس بيخرج من بطولات، انا هستفاد ايه؟ طبعا عايز الاداء وعايز النتيجه برضو عشان كلامنا يبقى واضح،
بس في التوقيت الصح، لما تكون المعطيات طبيعي ان هي تؤدي لنتيجه واداء، لكن كل المعطيات اللي مر بيها النادي الاهلي على مدار الفترات اللي فاتت كلها لا تؤدي اطلاقا لاي اداء، بل بالعكس ان هي تؤدي لنتائج جيده لحد دلوقتي، فده انجاز واعجاز بدون مبالغه، بدون مبالغه. ده يحسب لمين؟ جمهور النادي الاهلي. توفيق طبعا من عند المولى عز وجل، ده رقم واحد. كمان منظومه النادي الاهلي، اداره واكيد جهاز فني ولاعبين. طيب اللاعبين بيلعبوا من نفسهم؟ لا، عندهم مدير فني محترم وجهاز فني متكامل. موسيماني راجل عقليته ممتازه، شخصيته تتناسب مع النادي الاهلي. الدليل على كده ايه؟ انه الراجل ما خسرش اي بطوله، اي بطوله من ساعه ما جه موسيماني الاهلي شارك فيها فاز بيها. بما احنا بالنسبه لنا، بالنسبه لاي فريق في افريقيا، ان هو يجيب ميداليه في كاس العالم هي دي تعتبر بطوله، رغم ان طموح عند جمهور النادي الاهلي اعلى من كده كمان، لكن انت برضو راجع بانجاز من كاس العالم للانديه، فانت خدت دوري وكاس وكاس عالم الانديه. الدوري كان كده كده فايلر واخده، كاس عالم الانديه واخد البرونزيه، واخد دوري ابطال افريقيا باذن الله تعالى، تاخد السوبر الافريقي باذن الله. باذن الله مباراه صعبه بس ان شاء الله قادرين ان احنا نفوز بيها. السوبر المصري اللي تم تقريبا نسيانه من قبل الاتحاد لما عدلوا امبارح في الجدول، لانه كان المفروض يوم 1/7، لان ان احنا عندنا ماتش مع المقصر يوم 29/6 وماتش مع بيراميدز يوم 2/7، فالمباراه دي تاجلت لاجل غير مسمى، ما اعرفش ايه الاسباب، لكن في كل الاحوال بطوله كان ممكن برضو الاهلي يفوز بيها مع مستر بيتسو موسيماني. اذا حتى الان كمان موسيماني بينافس على كل البطولات اللي بيشارك فيها، بل كمان ايه، بيصل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا. الدوري لو كسب مبارياته المؤجله يبقى الاول، الكاس ماشي فيه بشكل كويس، عندك ماتش مع انبي مهم، فالامور كلها ماشيه بالشكل الايجابي اللي في صالح جمهور النادي الاهلي واللي في صالح البطولات اللي بيحاول النادي الاهلي الحفاظ عليها. فبالتالي انا بستغرب جدا من البعض، بالتحديد لما يكون قيمه اعلاميه كبيره مثلا زي الكابتن مدحت شلبي، راجل ليه كل التقدير والاحترام وليه تاريخ كبير جدا واحد رواد الاعلام الرياضي في مصر، حد يختلف على كده؟ لا، ما حدش يختلف على كده. ممكن نكون بنتفق مع بعض ان نسب المشاهده بالنسبه له قلت بشكل ملحوظ، وهي دي سنه الحياه طبيعي، لكن في نفس الوقت لازم احترم عقليه المشاهد اللي بيتفرج عليا، لازم اكون بتكلم بموضوعيه ومنطقيه معاه. مش احنا اللي هنقول، احنا لسه شباب صغير وكل حاجه، لكن يعني اعتقد ان مش مبرر ابدا ان لما تكون نسب المشاهده عندي قليله اروح انا ايه نتكلم على موسيماني بشكل صعب شويه وبانتقاد لاذع غير منطقي، لان النتائج بتقول عكس كل الكلام اللي بيتم انتقاد من خلاله موسيماني. فهي دي الملحوظه على اعلامي طبعا محترم وله كل التقدير والاحترام الكابتن مدحت شلبي، واتمنى ان هو يراجع مثل هذه الامور، لان هي مش في مكانها الصحيح وانتقاد مش في مكانه الصحيح، فالواحد بس بيستغرب من الحاجات زي دي. طيب هل موسيماني نتائجه جوه مصر وحشه؟ لا كويسه. نتائجه بره مصر وحشه؟ لا كويسه. الراجل ارقامه بتقول ايه؟ ارقامه رائعه، وانا هقول لكم بعض الارقام اللي بتتعلق بموسيماني مع النادي الاهلي لحد دلوقتي من ساعه ما جه. الراجل لعب 43 مباراه في مختلف البطولات مع النادي الاهلي، فاز في كام؟ فاز في 30 مباراه. تعادل في كام؟ تعادل في 9. خسر في كام؟ في 4 بس. الاربعه كانوا مين؟ بايرن في كاس العالم، وسيمبا في دوري الابطال، وسموحه والمحله في الدوري. الاهلي سجل مع موسيماني كام هدف؟ 81 هدف في 43 مباراه، يعني تقترب تقريبا من معدل هدفين في المباراه الواحده، وده معدل جيد جدا. استقبل كام هدف؟ استقبل 31 هدف. اذا ارقام الراجل مع الاهلي ممتازه، ممتازه مش رائعه بس، لا ممتازه. فبالتالي أنا الأوان في الحقيقة إن احنا نبطل نغمة إن كل مباراة هيلعبها موسيماني، كل مباراة هيلعبها موسيماني نقعد نقول هو ده الاختبار الحقيقي لموسيماني، ونفضل نحط ضغوط. أنا بتكلم بقى إيه على البعض، سواء بقى كإعلاميين أو من الجماهير. احنا اتفقنا إن الجماهير ليهم دور كبير جدا في مساندة موسيماني والفريق وكل حاجة، لأن هم مدركين صعوبة المرحلة ومدركين مدى أهمية البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي بشكل عام. لكن في نفس الوقت هنفضل كل بقى ماتش نقول ده الاختبار الحقيقي موسيماني، هنشوف هيعمل ايه، ونفضل نحط ضغوط على الراجل، وبصراحه هو بينجح وبيرد علينا وبيجي بالنتائج الكويسه. مباراه سان داونز قبل يوم قعدت تقول ايه
ده الاختبار الحقيقي موسيماني. جيت مباراتين بتوع الزمالك ده الاختبار الحقيقي موسيماني. اي مباراه بيلعبها موسيماني تقول لك ده الاختبار الحقيقي موسيماني. هل ده منطقي؟ هنفضل نختبر الراجل لحد امتى؟ طيب ده الوقت بقى يا جماعه بصراحه، يعني ان شاء الله الراجل ينجح ويجيب السوبر، ان شاء الله يكمل مسيرته مع النادي الاهلي. لكن انا بتمنى كواحد من عشاق ومحبي النادي الاهلي ان احنا نستقر على مدير فني يفضل موجود. معطيات موسيماني معانا لحد دلوقتي ماشيه بشكل ممتاز، الراجل بيحقق كل المطلوب منه مع النادي الاهلي. لما يكون نادي كبير بحجم النادي الاهلي عيب قوي، عيب قوي لما يقعد يغير كل سنه مدرب، مش احنا نادي كبير. طالما المدرب ناجح يبقى هنسنده وندعمه عشان ان شاء الله باذن الله يقعد فتره طويله مع النادي الاهلي، لان الاستقرار الفني ده غايه في الاهميه، غايه في الاهميه بالنسبه للفرق الكبيره اللي زي النادي الاهلي. فخلاص هان الاوان ان احنا نبطل نغمه الاختبار الحقيقي الموسيماني، ونبدا هيقيم وهينتقد وكل حاجه، ده امر طبيعي، لكن هننتظر منه الاداء باذن الله لما تكون الامور سانحه لكده وتساعده على كده، ما يكون في فتره اعداد وما يكون في مساحه ما بين المباريات يقدر يشتغل فيها بافكاره التكتيكيه في التدريبات، وده امر مش موجود خلال الفتره الحاليه. فكل الدعم والتوفيق لموسيماني وكل المسانده من خلال جمهور النادي الاهلي اللي عمل هاشتاجات عرضناها لحضراتكم وكان دورهم مهم للغايه. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا في اخبار مهمه عن النادي الاهلي. يلا بينا. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. طبعا دي كانت لقطات حصرية لتحرك فريق النادي الاهلي علشان يخوض اول مران له في الدوحة استعدادا لمباراة السوبر، ان شاء الله يكونوا موافقين. طيب النهارده استوقفني تصريح مهم جدا لفوزي البنزرتي المدير الفني للوداد، وانا مبسوط قوي بالتصريح ده قوي، يعني قوي. هو قال لك ايه؟ قال لك ان الترجي افضل من الاهلي في الوقت الحالي، الاهلي لم يكن مقنعا في ادائه والنتائج لا تعكس مردود الاهلي، هو فريق كبير لكن ليس في افضل حالاته رغم النتائج اللي بيحققها، والترجي قادر على حسم الترشح. في الحقيقه هو ده رايه، مفيش اي مشكله خالص، وتصريح بالنسبه لنا مفيد، مفيد جدا، ده اكبر دافع، اكبر دافع. انا بقول لكم التصريح ده اكيد هيروح لكل لعيبه الاهلي، اللي مش هيشوفه قبل ماتش السوبر هيشوفه بعد ماتش السوبر، ما تقلقوش. الشغل النفسي ابتدى من بدري، حتى لو انت مش هتقابل الوداد الماتش الجاي، انت هتقابل الترجي، لكن طبعا الوداد خلاص وصل نهائي دوري ابطال افريقيا، اعتبر الوداد وصل نهائي دوري ابطال افريقيا، لان كايزر تشيفز فريق على قده، اقوى فريق في جنوب افريقيا سان داونز انت خرجته، لكن في نفس الوقت كايزر تشيفز فريق كان هيطلع اصلا البطوله بعد ما كان كسبان 4-0 على ارضه، خسر بره ارضه 3، وكان سيمبا قريب ان هو يجيب هدف التعادل، ضربات جزاء كان ممكن يخرج من خلالها يعني. فالترجي خلاص هو بيعتبر نفسه في النهائي الوداد فوزي البنزرتي بيعتبر نفسه في النهائي، فبيشتغل نفسيا من دلوقتي على الاهلي وعلى الترجي، تمام. فاحنا بالنسبه لنا التصريحات اللي زي دي مهمه ومفيده، لان هي اكبر دافع للنادي الاهلي، انك باذن الله واحد احد هي دافع في المباراتين رقم واحد، تتخطى ان شاء الله تعالى الترجي، وبعد كده باذن الله تكسب الوداد في المغرب، بطولة صعبة، فرقتين صعبين، كل حاجة ما مش مختلفين، احنا ابطال ونقدر في كل الاحوال. عملنا السنة اللي فاتت لعبنا الوداد وكسبناهم هناك في في في, في المغرب. فالتصريحات اللي زي دي انا ببسط بيها قوي قوي، يعني رغم ان ده مدرب عنده خبرات عظيمة، يعني راجل ما شاء الله، يعني مدرب كبير طبعا، لكن رأيه بس تصريح مفيد حلو. طيب خلينا نشوف ترند الاهلي ونشوف اخر الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي على السوشيال ميديا. نبتدي بالوطن الرياضي، وهنا بيقول لك ايه؟ عبد الحفيظ يحذر لاعبي الاهلي من اختراق الفقاعه الطبيه في قطر. انا بشوف ان الخبر ده يعني اللي هو ايه، محطوط كخبر وخلاص، يعني هو عايزين ننزل خبر مع كامل الاحترام يعني لزمايلنا في الوطن، فلان طبيعي جدا عمر ما حد هيخترق الفقاعه هناك، مفيش هزار، ولاعيبه النادي الاهلي اصلا ملتزمين، يعني عمرنا ما شفنا حد من النادي الاهلي بيخرج عن او ما بيبقاش ملتزم مثلا، وخصوصا في الامور اللي زي دي هيسيب يعني فقاعه ويخرج ازاي؟ يعني هيروح فين طيب؟ فماشي مفيش مشكله.
خلينا كمان نروح لخبر تاني من حساب في الجول على فيسبوك، وبيقولوا تخصيص 2900 تذكرة لمباراة السوبر الأفريقي، والأولوية لشراء التذاكر بأسبقية الحجز سواء لجماهير الأهلي أو نهضة بركان. طبعا بإذن الله تعالى هيكون جمهور النادي الأهلي هو يعني المستحوذ على نسبة كبيرة جدا من التذاكر دي من 2900، لأن الجالية المصرية والأهلوية بالتحديد هناك كتير جدا، وشفنا الكلام ده في كأس العالم، ودي صورة من مباراة الدحيل على ما أعتقد في كأس العالم للأندية. فإن شاء الله 2900 أو 2500 مثلا من جمهور النادي الأهلي اللي هيحضروا، لو 10 بس من جمهور النادي الأهلي هيفرقوا جدا مع الفريق في هذه المباراة. طيب خلينا كمان نروح لحساب في الجول، واللي بيتكلموا على الكاتب العام لنادي نهضة بركان اللي في الجول، يعني ده أحد المناصب الإدارية داخل فريق نهضة بركان، واحد بيتقلد منصب إداري، واللي ليه تصريح مهم جدا بيقول إن مباراة الأهلي ليست مواجهة عادية، لقد هرمنا من أجل تلك اللحظة التاريخية، وتصريح يعني أكيد جيد جدا وفي تقدير واحترام كبير جدا لفريق كبير زي النادي الأهلي. هو قاسمي محمد الكاتب العام لنادي نهضة بركان. المباراة بكل الأحوال غاية في الصعوبة، هنقول بقى أصل نهضة بركان ماشي بشكل مش جامد قوي يعني في الدوري، نتائجه مش مستقرة كمان من ده مش مقياس خالص خالص، دي مباراة كؤوس، هي مباراة واحدة، فما تضمنش ايه الاستراتيجية اللي هيلعب بيها نهضة بركان، ايه اللي في دماغه، ايه السيناريو المدير الفني بيجهزه، فلا قدر الله ممكن يقدروا يكسبوا حتى لو ظروفهم وحشة. فانت لازم تعمل ألف مليون حساب لفريق نهضة بركان، وده اللي اكيد مدركه بشكل كويس جدا الجهاز الفني واللاعبين في النادي الاهلي، ان شاء الله يكونوا موفقين. طيب خلينا نروح للاهرام، وان الاهلي يفتح ملف تجديد عقود رباعي فريق الكره بعد السوبر الافريقي. قصدهم على مين؟ قصدهم على اجاييه وعمرو السوليه ومعلول وصلاح محسن. انا كل اللي اقدر اقوله لحضراتكم في الجزئيه دي تحديدا ان في توافق كبير، انا مدرك انا بقول لحضراتكم ايه، في توافق كبير ما بين الاهلي وما بين الرباعي بخصوص التجديد. الميعاد هيكون امتى؟ اكيد في الوقت اللي يكون مناسب من وجهه نظر المسؤولين في النادي الاهلي يتم الاعلان عن كل التفاصيل. هل تم التجديد؟ لسه، لكن اكيد هيكون في كلام لما يكون في وقت مناسب للحديث بخصوص التجديد. هل في توافق؟ في توافق واتفاقات مبدئيه، ده امر مؤكد بنسبه 100%. ان شاء الله اتمنى لهم استمرار لان هم رباعي مميز جدا. طيب خلينا كمان نروح للمصري اليوم او مصري الرياضي وحسابهم على تويتر، بيقول الاهلي يستقر على رحيل مروان محسن نهايه الموسم. والله ما حصل، مفيش الكلام ده خالص. احنا عارفين ان 90% تقريبا من اصدقائنا الصحفيين انتماءاتهم زملكاويه في المصري الرياضي، فطبيعي جدا ان هم ممكن يكونوا بيحاولوا يعني يخلقوا حاله من الجدل. ممكن هتقول لي بقى انت مثلا تقول لي اصل مروان مستواه مش قد كده، او مروان يعني مش في افضل حالاته، ده بيحصل لاي لعيب في الكوره. لكن انا كل اللي اقدر اقوله لك ان مروان واحد في قائمه النادي الاهلي، وانت لسه بدري قوي على فتره الانتقالات المقبله، انت الموسم عندك ممتد لسه شهر تقريبا 9، فبالتالي انت محتاج لكل لاعب موجود في الفرقه، واكيد هتستعين بيه والمدير الفني اكيد هيلجا ليه يعني. وخصوصا ان احنا شفنا مروان قبل ما يتصاب كان عنده كدمه في الركبه، قبل ما يتصاب الراجل كان بيشارك وكان بيدفع بيه موسيماني، واخرها مباراه الزمالك اللي انتهت 1-1 كان بيدفع بيه موسيماني في المباراه. فمفيش اي تفكير خالص في الجزئيه دي خالص، ما تصدقوش اي حاجه من الكلام ده. مع نهايه الموسم يتم الدراسه واتخاذ القرارات. طيب هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه، يلا بينا. من دقايق بس قبل دلوقتي النادي الاهلي ارسل خطاب رسمي لنادي سان داونز بعنوان الاهلي يؤكد على تقديره لاعتذار نادي سان داونز واعتزازه بوجود موسيماني، وده ردا طبعا على الاعتذار اللي اعلن عنه سان داونز بشكل رسمي امبارح للنادي الاهلي بعد يعني الافعال او المواقف اللي حصلت من بعض من جماهير سان داونز قبل مباراه الاهلي والفريق الجنوب افريقي في مباراه الاياب تحديدا. النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده ارسل خطابا صباح اليوم لرئيس سان داونز، يعني بيتكلم بيقول ان النادي ابدى تقديره للاعتذار اللي تقدم به نادي سان داونز عما تعرض له فريق الاهلي ومدربه بيتسو موسيماني قبل واثناء مباراه الفريقين الاخيره، وهو ما يعكس حرص نادي سان داونز على السلوك الرياضي. والنادي الاهلي اتكلم في عده نقاط،
اهمها ان لم يكن ينوي اتخاذ اي اجراء، وهنا الكلام عائد على النادي الاهلي حيال ما حدث احتراما وتقديرا للعلاقات المتميزه اللي بتربط الناديين، وكمان اتكلم على انه يعني دايما العلاقات بتكون رائعه ومحترمه ما بين الاهلي والانديه الافريقيه وتحديد نادي سان داونز. وفي الاخر طبعا النادي الاهلي اكد على تقديره لقرار سان داونز باجراء تحقيق الاستبيان المتسبب، والاهلي كمان اعتز بتواجد موسيماني على راس الاداره الفنيه للفريق خلال الفتره الحاليه. العلاقات دايما بتكون مميزه ما بين الاهلي و فريق سان داونز الجنوب افريقي على مستوى الادارات في الحقيقه، وده امر مهم جدا. طيب الوقت للاسف مش ساعفنا ان احنا ناخد تفاعل حضراتكم، لكن انا واثق ان تفاعل جمهور النادي الاهلي على سؤال حلقه النهارده ورسائلهم لموسيماني هي رسائل مهمه ومميزه جدا في اطار الدعم والمسانده لهذا المدرب المميز لفريق النادي الاهلي خلال الفترة الهامة جدا المقبلة. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند، استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج قريبا بإذن الله. إلى اللقاء.